عندي لقطة مهمة جدا قبل ما انتقل للحديث عن قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس الأمم الإفريقية. لو البعض ممكن يقول اللقطة دي هتهديها لمين؟ عايز اهديها، مش هقول اسم معين، بس عايز اهديها لكل واحد اختلف على احتساب ركلة جزاء النادي الأهلي، لأن اللقطة دي أتمنى تبقى ترند على السوشيال ميديا وتوصل للاتحاد الدولي. بصوا الفارق، الصورة دي ترند على السوشيال ميديا، ضربة جزاء في مباراة بيراميدز اتحسبت لأن ركلة جزاء فعلا مخالفة للقانون، وهنا ركلة جزاء وفيها عنف أكتر مع كهربا وما اتحسبتش. اللقطة دي ترند، توصل للحكم البولندي، توصل للفيفا، توصل للجنة الحكام، لأن التحكيم السيء في بطولة دولية فيها فار وتقنية نصف آلي أعتقد بيبقى خطأ كارثي ما ينفعش يعدي، ولازم نعمل سبوت عليه. بس احنا مش هنتكلم على الأخطاء التحكيمية اللي في المباريات الإفريقية والمباريات المحلية بس، لا، الناس في الفيفا بتغلط، والتنظيم السنة دي في كأس العالم الفيفا ارتكب أخطاء كتيرة جدا. أنا بقول لكم حاجة أنا شفتها بنفسي، شفتها بعيني، يعني التقيت بالناس هناك في مباراة الافتتاح ومباراة الأهلي والاتحاد جدة. لا، الفيفا السنة دي غير الفيفا في السنوات السابقة في التنظيم دون الخوض في التفاصيل يعني، ولكن اللقطة دي لقطة ترند عشان تشوفوا إن الأهلي إزاي اتظلم في مباراة فلومينسي في نصف نهائي كأس العالم.